ناخد حضراتكم بقى ونروح للدوري التركي، يعتبر يعني ما اعتقدش ان في خلاف انه هو اكبر بوابه لاحتراف اللاعبين المصريين في الخارج، ويمكن على مدار التاريخ كله اكثر عدد من اللاعبين المصريين اللي احترفوا خارج الدوري المصري كان في الدوري التركي، تجارب كانت مهمه جدا. ومنها الحقيقه عندنا النهارده مصطفى محمد، كريم حافظ، احمد ياسر ريان طبعا، ومحمود كهربا في الفتره الاخيره، والكلام على اهتمام عدد من الانديه التركيه بنجمنا طبعا محمود تريزيجي. هيكون معانا واحد من نجوم الدوري التركي وتحديدا جالاتا سراي، اردال كيسير، والحقيقه صاحب مشوار وتجربه ناجحه جدا كمان في البوندسليجا مع بروسيا دورتموند، هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس اللي جاي. خلونا في البدايه نشكره على ظهوره معانا على شاشه الاهلي ونقول له اهلا بيك معانا في السادسه. هاي تو يو، مرحبا بكم. يعني خليني في البدايه يعني اخد منك رايك في تجربتك سواء مع جالاتا سراي او سواء مع بروسيا دورتموند، الاثنين انديه كبيره ليها تاريخ طويل ليها جماهيريه وشعبيه كبيره جدا، التجربه او المشوار بالنسبه لك الافضل كان في بروسيا دورتموند ولا في جالاتا سراي؟ جالاتا سراي او بروسيا دورتموند؟ These are very special clubs, both. And, هذان الناديان مميزان جدا بالنسبه لي، لكن بالطبع في الوقت الحالي بروسيا دورتموند هو الافضل، وتجربتي فيه كانت جيده، ولكن جالاتا سراي يظل النادي الاكبر في تركيا ويظل النادي الاشهر، النادي التركي الاشهر في اوروبا. استفدت كثيرا بالمقارنه، لا استطيع ان اقول الان ايهما افضل، ولكن استفدت من التجربتين. طيب البدايه اسمح لي ابدا معاك بالدوري التركي وتحديدا بجالاتا سراي، وهو انا بتفق معاك طبعا ان واحد من اكبر الانديه التركيه، ولكن ليس فقط جالاتا سراي لكن معظم الانديه التركيه الكبيره اصبحت تعاني في المواسم الاخيره، جالاتا سراي منها، بشكتاش، فنربخشه. من وجهه نظرك ايه هي اهم اسباب تراجع مستوياتهم وعدم قدرتهم على تحقيق الالقاب؟ Yes, it is always, نعم، the rule in Turkey that one هذه هي المعاناة التي يمر بها الأندية، وخصوصا وخصوصا على مستوى الفوز بالبطولات. البطولة تتوقف كثيرا، والآن فاز بها ترابزونسبور. يوجد الآن منظومات احترافية في الأندية الأخرى أكثر من الأندية الكبيرة، يسيرون وفقا لخطة محددة، لديهم مديرين فنيين جيدين، لديهم لاعبين جيدين يستطيعوا، هذه الأندية تستطيع أن تقوم بعمل صفقات هامة واستخدام لاعبين جيدين. هذه هي أهم أسباب عدم فوز أندية فنربخشة أو جالاتا سراي أو بشكتاش بالدوري التركي. لديهم لاعبين جيدين، ولكن ليس لديهم عمل جماعي وعمل جماعي كبير على مستوى الفريق. يهمني أسمع رأيك أو تقييمك لتجربة المهاجم المصري الشاب مصطفى محمد مع جالاتا سراي، واللي يمكن في بعض الأخبار اللي تم يعني تداولها مؤخرا بتشير إلى إن في عروض بالفعل قدمت لإدارة جالاتا سراي لشراء أو لانتداب خدمات النجم المصري الدولي مصطفى محمد، منها بعض الأندية في أسبانيا زي قادش، أو في ألمانيا زي شالكا، أو زي أعتقد سانت تيام من الدوري الفرنسي. تقييمك لمشوار مصطفى محمد مع جالاتا سراي، وهل تفضل بقاؤه أم انتقاله لنادي آخر؟ حسنا، أعتقد أن مصطفى أعتقد أن مصطفى محمد لاعب جيد جدا، أعتقد أنه يستطيع إحراز الأهداف بشكل جيد، وتميز في الدوري التركي. ولكن جالاتا سراي الآن لديه جوميز ولديه لاعبين أقوياء. مصطفى محمد لاعب جيد، ولكن بالنسبة لي مصطفى محمد هو أفضل لاعب في جالاتا سراي، هو أكثر فعالية من هؤلاء المهاجمين. أعتقد أن جالاتا سراي يجب أن يبقي على مصطفى محمد. أعتقد أن القرار الآن لمصطفى، ولا أعرف ما هو القرار، ولكن هو لاعب جيد، هو يجب أن يشارك، هو يجب أن يلعب باستمرار. إذا كنت مكانه فسأنصحه أن يفعل الأفضل له، لأنه يجب أن يلعب، يجب أن يشارك.
لأن مصطفى محمد يجب أن يشارك باستمرار وليس مباراة كل 4 مباريات. يجب أن ينتقل لفريق يقدره ويشارك فيه باستمرار. وبالنسبة لمسيح يعني في أكثر من لاعب طبعا محترف في الدوري التركي، لاعب مصري حتى لو على سبيل الإعارة، شفنا تجربة لأحمد ياسر ريان، شفنا تجربة لكريم حافظ، شفنا تجربة لمحمود كهربا، وطبعا عودة محمود تريزيجيه مرة تانية للدوري التركي. إزاي بتشوف أدائهم ومستوياتهم اللي قدموها في الموسم الأخير؟ So I can say it is very good for the Turkish teams. أستطيع أن أقول أن هذه تجربة جيدة للفرق التركية لاستقدام مهاجم كأحمد ياسر ريان. هذه عقلية احترافية جيدة أن تستخدم العديد من اللاعبين من الدوريات المختلفة. هذه تجربة تثقل اللاعبين بشكل أكبر وتمنحهم عقلية أفضل خاصة بالكرة الأوروبية وتصنع خليطا جيدا بالنسبة لفرق الدوري التركي. أنا أحببت كثيرا المستوى الذي قدموه، وأحب أكثر أن أرى اللاعبين المصريين، مزيد من اللاعبين المصريين في الدوري التركي. مين الاسم؟ يعني أنا عارف أنه على مدار التاريخ عدد كبير من الأسماء المصرية احترفت في معظم الأندية التركية. مين الاسم اللي ما ينساهوش إردال كيسير؟ مين التجربة اللي نجحت بشكل كبير جدا سواء على مستوى الأرقام والإنجازات مع النادي أو على مستوى الجماهيرية والشعبية؟ نعم، أريد أن أذكر أولا أحمد حسن في بشكتاش. هو مثال اللاعب المصري الناجح في الدوري التركي، ولكن العديد من اللاعبين المصريين لعبوا هناك في تركيا، ولكن أكثر لاعب ناجح أستطيع أن أتذكره هو أحمد حسن، وأتمنى أن يكون مصطفى محمد يعني يسير خلفه في هذه المسيرة. الصقر طبعا والعميد حاضر في كل السكايبس أو كل الفيديو كونفرنس اللي بنعملها. إردال كيسير، خليني أخدك وأروح لتجربتك التانية على ناحية تانية أو بعض الأسئلة المرتبطة ببروسيا دورتموند. والسؤال الأول حقيقة، ازاي شفت صفقة انتقال نجم هجوم بروسيا دورتموند ايرلينج هالاند لمانشستر سيتي؟ وهل تعتقد ان في داخل فريق بروسيا دورتموند من عنده القدرة انه يعوض غياب نجم بحجم ايرلينج هالاند؟ So it is always the big problem of Borussia Dortmund. هذه دوما مشكلة بروسيا دورتموند، أن تخرج لاعبا رائعا وتحافظ عليه. عندما يأتي الأمر لبروسيا دورتموند يتجهون دوما إلى بيعه لنادي كبير كبرشلونة، ريال مدريد أو الأندية الإنجليزية أو حتى بايرن. هذه هي المشكلة الأكبر لبروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند ليس النادي الذي يحافظ على اللاعبين ويحافظ على اللاعبين الكبار ليصنع تاريخا له، ولكن بروسيا دورتموند دائما ما يبيع هؤلاء اللاعبين لأندية أكبر كبايرن ميونخ. بروسيا دورتموند اعتاد أن يكون في المرتبة الثانية في البوندسليغا. دائما لا يفكرون في أن يكونوا في المركز الأول، ولكن بايرن ميونخ دوما في المركز الأول يحافظ على اللاعبين، هو دوما البطل. لا أعتقد أني سأرى في المستقبل بروسيا دورتموند في المركز الأول على هذا الحال. يعني سؤال افتراضي خليني أسأله لك، إذا ما كان لدى بروسيا دورتموند القدرة على الحفاظ على نجوم بحجم جوندوجان، بحجم عثمان ديمبلي اللي ذهب، طبعا جوندوجان راح للمانشستر سيتي، عثمان ديمبلي اللي راح لبرشلونة، إيرلينج هالاند اللي راح لمانشستر سيتي، وغيرهم من وليو روبرت ليفاندوفسكي اللي راح للمنافس التقليدي بايرن ميونخ، هل كنت تعتقد ان نجوم بالحجم ده كان عندها القدره انها تحقق القاب على مستوى قاره اوروبا مش بس على مستوى البطولات الالمانيه لصالح بروسيا دورتموند؟ كما قلت لك، هي مشكله حينما ياتي الامر للاعب المحترف وياتيه عرضا كبيرا، ياتيه عرض كبير من انديه اكبر يذهب، ولكن المشكلة في بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند يجب أن يطور من نفسه ليكون في نفس المستوى، ليكون جذابا للاعبين.
ليصنع التعاقدات الكبيرة كما يفعل بايرن ميونخ. إذا نظرت لأوباميانغ الآن انتقل لبرشلونة وهالاند انتقل لمانشستر سيتي، دوما يطمحون لأندية أكبر. أعتقد إذا لم تكن لديك الفرصة للحفاظ على اللاعبين فلن تكون ناديا ناجحا في المستقبل. يبدو أنه كمان القصة مش قصة أندية فقط، لكن يبدو أنه حتى مسابقة البونز ليجا غير قادرة على الحفاظ على أهم أو أبرز نجومها. الكلام عن رحيل هالاند ما أقدرش أفصله عن الكلام عن رحيل طبعا نجم البايرن ونجم خط هجوم البايرن روبرت ليفاندوفسكي، اللي أعلن مرارا وتكرارا عن رغبته في اللعب للبلاوغرانا لبرشلونة. هل تعتقد أنه مع رحيل إيرلينج هالاند واحتمالية رحيل ليفاندوفسكي، هل من الممكن أن تتأثر قوة وشعبية وجماهيرية بطولة بحجم البونز ليجا؟ نعم، هذه مشكلة. البوندسليغا لديها قواعد خاصة بالاستثمار وخاصة بالأندية. أعتقد أن هذه القواعد تحجم الأندية، ليس الحال كما في إنجلترا أو إيطاليا. الأمر الذي الأمر الذي يجعل الأندية ليس عندها الإمكانية في الحفاظ على اللاعبين، واللاعبين دوما واللاعبون دوما لديهم الطموح أن يذهبوا لأندية أكبر في إنجلترا أو إسبانيا. إذا كانت إدارة البوندسليغا أكثر احترافية، إذا كان لديك الآن كما الحال في تركيا، إذا لديك الآن اللاعبين تركيين في الفريق، لديك الآن قدرة على استخدام الكثير من اللاعبين الأجانب، وإذا كان لديك الكثير من اللاعبين الأجانب وتحسن من مستوى الدوري فلديك الفرصة الحفاظ عليهم. ما هو الدوري الأقوى أو الدوري الأفضل من وجهة نظرك في الوقت الحالي؟ طبعا الدوري الانجليزي. ومين افضل فرق بتقدم كوره او مديرين فنيين بيقدموا كوره ممتعه في الفتره الحاليه؟ That's different because هذا صعب. اعتقد ان افضل نادي دوما يكون It will be always, I think it is, أعتقد أن أفضل نادي تاريخيا وعلى مستوى الجماهيرية هو ريال مدريد. أفضل نادي يقدم كرة قدم، وأفضل مدير فني هو بيب غوارديولا. فريق مختلف ومدير فني مختلف. إردال كسير نجم طبعا بروسيا دورتموند وجالاتا سراي، بشكرك شكرا جزيلا على ظهورك معنا على شاشة الأهلي، وكل التوفيق ليك طبعا وللكرة التركية. وخلوني قبل ما